يسعد صباحكم مرة تانية. بفصل الصيف شهدنا العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية بكافة المناطق والمحافظات السورية، وتم إطلاق مهرجان تحت سماء دمشق للفنون الشعبية يلي حيشمل عروض بالهواء الطلق اعتبارا من اليوم ولغاية 26 تشرين الأول بدمشق. لحتى أكيد نعرف أكثر ورد مين مشارك وشو هي العروض والفعاليات وأوقاتها، رح نرحب معنا بالأستاذ جوني ضاحي مدير المكتب الصحفي بوزارة الثقافة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير لك أستاذ جوني، والله يعطيكم ألف عافية بوزارة الثقافة. الجهود اللي عم تقوموا فيها فعلا، الصيف كان حافل مهرجان ورا مهرجان، يمكن أحيانا مهرجانين تماما بنفس الوقت وفعاليتين فنية فنيتين بنفس الزمن. خلينا نروح للتحضيرات حاليا للمهرجان الجديد، كيف عم تكون؟ طبعا اليوم وزارة حتطلق مهرجان مثل ما تفضلتوا حضرتكم اسمه تحت سماء دمشق للفنون الشعبية. هو المهرجان الأول من نوعه بسوريا، حيكون اللي هو حيكون مهرجان في بالساحات دمشق، حيكون بحدائق دمشق بالمدينة الجامعية، حتى بشوارع ببعض مناطق وبشوارع. حيكون في مشاركة كبيرة من مجموعة من الفرق الفنية من كل محافظة، حيكون في عنا فرقة فنون شعبية بالإضافة لفرق فنية من ضمن دمشق، حتقدم اليوم للعالم ثقافة السورية، تقدم الوجه الحضاري لسوريا بهذا الخصوص. تمام، حلو كثير. معناتها المهرجان يعني هو هيك حيكون شامل لكل المناطق السورية، من كل منطقة يمكن حيتقدم شيء بخص هذا الشيء. خلينا نحكي شوي كيف بلشت فكرة المهرجان واختيار يمكن الوقت الحالي لإطلاقه. هلا مثل ما حكى الأستاذ إنه كان في تزاحم بفترة الصيف عندنا بموضوع المهرجانات. طبعا أنت في عندك حتختارنا هذا الوقت، في عندك اليوم ظروف مثل الفحوصة، في عندك بدء العام الدراسي، كان في عندنا معرض دمشق الدولي، معرض الكتاب، فكان في عندنا وكله ورا بعض، والحمد لله يعني هو دليل تعافي وعودة الحياة الطبيعية للبلد. تم اختيار هذا الوقت، هو اليوم الوقت بتوقع جو مناسب، يعني ما في شوب كثير وقسما فتنا بالبرد. طلعت الفكرة هي بوزارة الثقافة، اليوم هي الدور الأساسي لوزارة الثقافة توصل لجميع المثقفين، لكل أفراد الشعب السوري، لكل المواطنين السوريين. فأنت اليوم مو بس أنك بدك تجي العالم تدعيها لعندك، بدنا نحضر حفل موسيقي اليوم، تجي على دار الأوبرا، بدك تحضر حفل موسيقي، بدك تجي على المسرح أو على مكان تاني. فاليوم وزارة الثقافة هي حبت توصل للجميع، نوصل للعالم كله عبر هذا المهرجان، بحيث أنه نحن نقدم هاي الفعاليات بأزقة موجودة بدمشق إلى طابع التاريخي وطابع أو اسم يعني شو نعتبره اسم الكبير أو الشعبي بسوريا. فانتقينا مثلا اليوم بدمشق مثلا مثل درج النوفرة، شارع الصالحية، بهذا الشيء نقدر نحن اليوم نوصل للجميع بهالمناطق. اذا نزلت المطر شو الحل؟ شو حتعملوا؟ هلا المطر ان شاء الله، يعني والله بعت الخير دائما ان شاء الله. هلا ما بتوقع في حيكون في مطر هاليومين، بالازقه ان شاء الله يعني تتدبر ان شاء الله يا رب يكون هيك الظروف مساعده. وانا عم بتخيل انه انتم عم توثقوا وتصوروا كل هالقصص، يعني مثلا اذا في فرقه دبكه جايه من طرطوس او جايه من حماه وعم ترقص هون بالشام، فلازم يكون متوثق وينرفع ويتعاون فيه بينكم وبين وزارة السياحة، لأنه هذا الفلكلور الشعبي كمان جذب سياحي لكل المناطق إن كان خارجيا ولا داخليا. خلينا نروح لموضوع كيف اخترنا الفرق، يعني أنا كل المحافظات السورية اليوم موجودة بدمشق لتقدم الفنون الشعبية، على أي أساس اخترتوهم؟ هلا طبعا تمت التعاون عن طريق مديريات الثقافة بالمحافظات، طبعا بكل محافظة في لنا مديرية الثقافة، تم اختيار الفرقة اللي هي الأشهر. طبعا ما نقدر ناخذ الكل، هلا هي مو كل محافظة في فرقة واحدة يعني، فقط في مجموعة فرق. صحيح. اللي ما اجى العام هذا بيجي العام القادم. كم العدد حاليا؟ حاليا من كل المحافظات، بكل محافظة 14 فرقة عندنا. حتى في عندنا فرقة الرقة للفنون الشعبية، في فرقة من إدلب، بكل المحافظات السورية موجودة، في عندنا من درعا، سنابل، حوران، في بكل محافظة. هاي الفرق حتقدم مثل ما تفضلت حضرتك اليوم عروضها، حتقدم فلكلورا، حتقدم تراث الفني والثقافي. مثل ما قال لك نرجع أكد أنه ما أجى هذا العام بيجي العام القادم، لأنه هي ما حتكون لمرة واحدة فقط، هو حيكون استمرارية لدورات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سمعنا كمان أنه في شوية عروض ممكن يشاركوا فيها الناس يلي حاضرين، شو هي هاي العروض؟ هلأ في عنا مثلا هي رسم البورتري اللي حيكون الموجود، يعني هذا حيكون بشارع الصالحية، امتداد شارع الصالحية، حيكون في عنا مجموعة من الفنانين وطلاب المعاهد الخاصة بوزارة الثقافة، حترسم للبورتريات للأشخاص الماشيين بالشارع. وطبعا في بعض العروض
حيكون فيها تسميها عروض تفاعليه مثل حكواتي اللي حيكون كمان بمقهى النظره. تمام. وشو في بحديقه السبكي في مهرجان بالهواء الطلق كمان يعني عروض سينمائيه؟ تمام. حلوه. خلينا نحكي لك عن المهرجان بشكل عام. شفناها نحن بدول ثانيه انه انا بروح بالهواء الطلق بحضر سينما يمكن انا وبالسياره تبعي عم شوف شاشه سينما كبيره. شو عم يصير بالسبكي هلا؟ تماما هيك حيكون في عندنا شاشات عرض، حيكون بوقت محدد، هو يمكن الساعه 4 مساء بحديقه السبكي. حيكون في هو المهرجان حيكون 3 والاربعاء والخميس والجمعه والسبت ابتداء من اليوم طبعا. كل يوم في عرض فيلم من افلام المؤسسه العامه للسينما انتاجاتها الحديثه بشاشه عملاقه، حتكون طبعا هلا هي حاليا عم تتجهز من حيث الاماكن الكراسي والشاشه الكبيره العملاقه، بحيث انه ينعرض كل يوم فيلم من انتاجات المؤسسه العامه للسينما اللي هي افلام وثقت الازمه اللي مرقت فيها سوريا بالفتره الماضيه. في عندنا مشروعين مشان احكي لك الهي. في عندنا مشروعين، المشروع الاول هو حيكون في تزيين جسر السيد الرئيس، حيكون في عنا طلاب من معهد المعهد التطبيقي وطلاب معهد ادهم اسماعيل وطلاب معهد احمد عزت. حيكون هذول الطلاب باشراف الفنان الكبير موفق مخول، حيعملوا تزيين لتحت جسر السيد الرئيس. وفي عنا بالمتحف الوطني في عنا الاشجار هيك حيكون حتصير على شكل منحوتات خشبيه. تمام. وهي ضمن المهرجان مثل ما قلت لك. في عندنا بقى العروض الفنيه الفلكلوريه حتكون بالحدائق، حيكون في عندنا بحديقه تشرين، حيكون في بحديقه السبكي بالمنشيه امام الجامع الاموي، حيكون في عندنا عرض لفرقه مولويه، وحيث انه تقريبا اغلب المناطق اليوم اللي فيها ازدحام او فيها حضور شعبي حيكون فيها عروض ان شاء الله. تمام. حيكون في لها شيء عم يتقدم. طيب الناس في مثلا برنامج موضوع بتقدر الناس مثلا تفوت على صفحه معينه او مكان معين تشوف مثلا كل نهار اي مكان اي ساعه لحتى يقدروا يحضروا؟ تمام. نحن على صفحه وزاره الثقافه السوريه والاضافه لجميع مديريات وزاره الثقافه نازل البرنامج كل يوم. شوفي عندنا فعاليات، هو البرنامج كامل، ونحن بالاضافه كل يوم بيوم عم نحط كل فعاليات. مثلا نحن هلا حطينا انه فعاليات يوم غد. تمام. حيكون اي ساعه بالمكان والزمن. الزمان. حلو. وبيقدروا الناس يتجمهروا ويتجمعوا ليشوفوا فعلا هالعروض. تمام. نحن بنتمنى المشاركه الثقافيه. يعني جوني ضاحي حضرتك انسان نشيط اعلاميا. شكرا. وفعلا نيال وزاره الثقافه فيك. ونتمنى لكم كل التوفيق بجهودكم اللي عم تقوموا فيها، واي شيء مساعده اعلاميه قناه سما الفضائيه طبعا جاهزه دائما لا تسلط الضوء عليها. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. شكرا كثير لك.